السلام عليكم، خلينا نكمل الموضوع اللي بلشنا فيه اللي هو كيف مبدأ الريسايكلينج. ريسايزينج ورينا هاي التجارب، ورتنا كل لينث. أول مرة راح يكون اللينث 0 والسايز حجز له 72. طب قل لي ما هي اللينث 0؟ بس هو حجز سبيس حتى لو كانت فيهاش ولا عنصر، هيك حتى لو الليست فيهاش ولا عنصر هو حاجز سبيس إلها. هي كان السايز 72 بس زاد عنصر واحد صارت 104. طب عنصر واحد قولي ما هي 8 بايت، 64 بيتس يعني 8 بايت. ليش 104؟ لأنه هو لما أجا يضيف بالبداية لقاها فل، مش هي فاضية يعني فل، مش حاجز لها ولا موقع. شو عمل؟ عمل خطوات الريسايز. خطوات الريسايز قبل شوي شرحناهن إنه بيحجز الري بحجم أكبر، مش أكبر بمقدار واحد، بيخلي مجال 4 5 10، ممكن يضاعف السعة. هون حجز زاد 4 عناصر، زاد 32 بايت حجم. 32 بايت يعني حجز هو مكان لأربع قيم، ضفنا عمل إضافة للقيمة الأولى وطبع السايز طبعها 104، ضاف القيمة الثانية طبع السايز 104، ضاف القيمة الثالثة طبع السايز 104، ضفنا القيمة الرابعة صار اللينكت 4 وطبعنا السايز 104، لأنه هو فتح مجال ضاف لي 32 بايت اللي هن الأربع عناصر شفنا. بس هجي يضيف القيمة الخامسة، الليست شو صارت على اللي حجزه؟ صارت فل. قد شو عمل؟ قد حجز ليست أكبر ونسخ القيم اللي بالأولى على الثانية وسماها بالاسم الجديد. قديش زاد؟ كمان 32 بايت. 32 بايت يعني بقدر أضيف 4 عناصر، هاي ضاف الخامس والسادس والسابع والثامن، وبعدنا السايز 136. بعدين أجي يضيف التاسع، الليست فول. شو راح يعمل؟ راح يعمل ريسايز. هالمرة حجز 64، 200 زادها بمقدار 64 بايت. 64 بايت يعني في مجال أضيف كمان 8 قيم. هاي ضفنا التاسع والعاشر و11 و12 و13 و14 و15 و16. كم ضاف؟ كم قيمة؟ لأنه هو حجز 64 بايت زيادة، يعني مجال لثمان قيم. هاي ضفنا 8 قيم وهو بعد السايز 200. بعد ما ضاف وصل للقيمة 17، بدي يضيف العنصر 17، لقى الليست فل. شو راح يعمل؟ راح يعمل ريسايز. هالمرة زاد، ولاحظوا كل مرة بزيد مش بنفس الطريقة، طريقة مختلفة. مرة زاد 32، رد زاد 32، رد زاد 64، هسه زاد 72. 72 يعني بقدر أضيف كم قيمة؟ 9 قيم. نقدر نضيف 9 قيم. هاي ضاف لعند 25، بس أجي أضيف القيمة 26، عمل ريسايز. ريسايز 352. 352 يعني قديش ضاف؟ 80 قيمة. 80 يعني 10، يعني هسه بقدر أضيف 10 قيم بدون ما أعمل ريسايز. بقدر أضيف 10 ويظل يعطيني 352 السايز لحد 36، ظل يعطيني 352. بس يجي بعد العشر قيم يضيف ال 11 اللي وراها، بعطيه إنه فل، صارت فل، برد يعمل، برد يوسع. شوفنا شو بصير. لاحظ if a user continues to append elements to a list any reserved capacity will eventually be exhausted. إذا الشخص بده يضل يضيف قيم، أي مساحة محجوزة لو كانت كبيرة بعد شوي رح تستهلك، رح تنفذ، رح تخلص، رح تصير full list. In that case the class request a new larger array from the system. بهاي الحالة شو بصير؟ الأري نفسها ما رح تتغير. شو بيعمل عشان يظهر لك إنه الأري حجمها كبر؟ بيحجز أري جديدة، بطلب أري جديدة من النظام وبنسخلها القيم الموجودة بالأري القديمة، برجع الأري الجديدة بسميها باسم الأري القديم. هيك بتشوف انت بتضلك شايف انه انت قاعد بتضيف قد ما بدك من القيم وانه الأري قاعد بتكبر. شوفنا شو اللي بصير فعلي. Because a list is a referential structure, the result of get size of for a list instance only include the size of representing its primary structure. It does not account for memory used to the, by the objects that are elements of the list. طب قل لي كل العناصر حجمها نفسه، هو بهمه العنصر نفسه الريفرنس الموجود بالليست، ما بهمه الجيت سايز اوف الاوبجكت اللي بيأشر عليه قديش حجمه.
لهيك احنا كنا بنعمل ابند لنن نن نن، ولو عملت ابند مش لنن لقيمه اخرى الجواب نفسه راح يضل، الاجوبه راح تضل نفسها. ليش؟ لانه الجيت سايز اوف بقيس لي عدد عناصر الليست اللي هي بتمثل الريفرنسز، بس ما بقيس حجم الداتا او الاوبجكت اللي بياشر عليه الريفرنس، ما بهمه حجم الاوبجكت اللي بياشر عليه الريفرنس. In the experiment we repeatedly append none. هاي بحكي إن إحنا دائما كنا نضيف none to the list because we do not care about the contents. لأنه بيهمنيش ال contents. حتى لو كانت مش none, the get size of ما راح يقيس حجم ال object اللي بأشر عليه reference. هو بيقيس حجم ال references. فهمنا الفكرة هاي؟ طيب implementation of a dynamic array class in Python. نشوف ال implementation. كيف اعمل implementation؟ طبعا هذا المثال موجود بالكتاب، بدي اروح على الكتاب لانه هون خط صغير، واذا بدي اوريك بدي اعرض لك اياه من هون مش راح تشوف كثير، خلينا نروح على الكتاب. هاي الكتاب انا فاتحه، نفس الكود، هيو نفس الكود منسوخ كوبي بيست، صوره من الكتاب محطوط على السلايدات، بس بالسلايدز راح يكون مش واضح، خط صغير. هاي الفكرة اللي قبل شوي وضح لنا إياها implementing a dynamic array، وضحت ووضح الفكرة الـ amortized analysis مش كثير راح يهمنا، انتبهوا بالكتاب الـ amortized analysis هاي بيهمناش، وهاي الـ append compute average لا خليها بعد ما وصلنا لهاش. نيجي على الـ dynamic array list اللي بدي انشئه أنا، the dynamic list. راح انشئ كلاس اسمه دايناميك اري، انا راح انشئه. طب قل لي ما هو عندي كلاس ليست، خلينا استخدمه مباشره. بقول لك اه، بس احنا عشان نفهم كيف بيشتغل لازم بالتفصيل، لانه احنا مادتنا داتا ستراكشر، لازم نكون فاهمين كل شيء كيف بيشتغل. عرفنا؟ راح نعمل امبورت سي تايبس. اول شيء راح اعمل امبورت لللايبراري سي تايبس. شو بتفيدني هاي السي تايبس؟ هاي بتمكنني اني انشئ ليست باستخدام فكرة الاري اللي موجودة بالسي. شو بتساعدني السي تايبس هاي الاري library المكتبة هاي سي تايبس؟ شو بتساعدني؟ بتبروفايد لو ليفل اريز، تعطيني فكرة الاري. يعني هسه انا بنشئ اري مش ليست بطريقة الليست اللي بالبايثون، لا رح انشئها اعتمادا على الاري اللي تعلمناها لغة سي مثلا. الكلاس اسمه دايناميك اري. الكلاس دايناميك اري بحكي لنا سمبليفايد بايثون ليست، راح نطبق فيه بعض مبادئ الليست، بس انا قاعد بتحكم بالاشياء. ليش انا عملته؟ عشان اتحكم. قبل شوي شفنا الريسايز مثلا، قبل شوي شفنا بالليست العاديه عمل ريسايز، بس ما كان يعمل ريسايز ثابت. كيف ما كان يعمل ريسايز ثابت؟ يعني اول مره زاد أربع مواقع 32 بت، ثاني مرة رد زاد أربع مواقع 32 بايت، رد زاد 64، رد زاد 72، رد زاد 100. طب في شيء قاعدة رد زاد 80، طب في قاعدة ثابتة كانت؟ لا، أنا بدي أتحكم إني إذا بدي أعمل ريسايز مثلا أعرف إذا كان 4 يصير 8، إذا كان 8 يصير 16، إذا كان بدي أتحكم بكل شيء مش بس بالريسايز. أنا بعطيك مثال على أشياء بدي أتحكم فيها أنا، بحيث إنه يصير كل شيء أنا قادرة أتحكم فيه. بالكلاس دايناميك أري أول شيء انشأنا عرفنا الكونستراكتر. شو عرفنا؟ الكونستراكتر اللي هو هذا كونستراكتر للي ما خدش لغة بايثون، هذا الكونستراكتر def underscore underscore init underscore underscore، هذا الكونستراكتر دائما للكلاس. بلغة بايثون هيك اسم الكونستراكتر int، يسمى init اللي هي من initializer، اختصار من initialization اسمه int، underscore underscore وبعديه underscore underscore. إذا بديش يستقبل قيم بخليه بين أقواس سلب، لأنه أنتم بتعرفوا كل الممبر functions الموجودة داخل الكلاس لازم أول باراميتر فيها يكون سلب دائما بلغة بايثون. هيك بعرف الكونستراكتر الكلمة المحجوزة def، بعدين اسمه، واسمه دائما الكونستراكتر underscore underscore init init underscore underscore بين اقواس سيل، بعدين كولون. شو راح يعمل هذا الكونستراكتر؟ ليش ما استقبل قيم؟ ليش ما استقبل قيم؟ لانه بدي ينشئ الاري تكون empty. شو بدي يعمل؟
بده يعمل initialize the array to an empty array. طب شو الداتا ممبرز الرئيسية بالدايناميك array؟ راح يكون في عندي 3 داتا ممبرز. كم داتا ممبر؟ 3. بدي تعرفهم لأنه بعد شوي منا نعطيك أسئلة عليهم نطبق عليها. شو الداتا ممبرز بالدايناميك array؟ في عندي self underscore n، الان يعني. وليش سميته underscore n؟ هاي الاندرسكور اللي ببلش باندرسكور بتحطه، هذا protected. إذا بلشته underscore underscore بيكون private، إذا ما فيش underscore ولا إشي بيكون public. هيك لغة بايثون، بدون ما تكتب public و private هو لحاله بيعرف إنه هذا protected. لاحظ كيف إنه هذا protected member. Protected member. Self لازم أقول self للداتا. Self dot underscore n. يعني إذا بدي أعمل access على أي داتا member بحط self dot. إذا ما حطيت self dot خطأ. Self dot underscore n. يعني أول داتا member اللي هو underscore n. طب شو هذا ال n؟ هذا بيمثل عدد القيم الموجودة داخل ال array. مش حجمها. كم قيمة مخزن فعلي. يعني أنا لو حاجز 100 ومخزن 3 قيم بتكون n 3. عرفنا؟ الآن شو بيمثل؟ count actual elements. شو يعني actual elements؟ يعني العدد الفعلي. يعني أنا حجزت array مكونة من 10 عناصر خزنت فيها الخمسة والستة والسبعة، كم قيمة يعني خزنت؟ بس 3 قيم. يعني أن شو بتكون؟ 3. هيك الآن شو بتمثل؟ عدد القيم الفعلي اللي بالdynamic array، اللي بالarray. اتفقنا؟ طب self.underscore capacity، الكباسيتي شو بتمثل؟ السعة. السعة يعني كم عدد العناصر الموجودة سعتها. أعطيته القيمة التلقائية واحد، يعني مكون من عنصر واحد بس فاضي. فاضي ليش؟ لأنه الـ N زيرو. بعدين شو عمل عشان يعرف؟ في عندي self dot underscore A الكباسيتي السعة، الـ N عدد العناصر الفعلي، الـ underscore A اللي هو اسم الليست أو اسم الـ array. self dot underscore A شو الـ A؟ اللي هو عدد ال شو ال A؟ اسم الليست. هون أنا سميته A، تقدر تسميه داتا، بتقدر تسميها أي اسم، بس إحنا هون شو مسمين هالليست؟ سميتها underscore A. وعرفنا شو يعني underscore، يعني protected. وشو يعني self dot؟ لازم أستخدم self dot A عشان تصير داتا ممبر للي مش ماخذين بايثون. self dot underscore A، وين ما بدي أستخدم A بقول self dot underscore A، ما بقول A underscore A لحالها، ما بصير، عشان يعرف انك انت بدك تستخدم الداتا ممبر. طيب شوفوا، استدعى فانكشن اسمه make underscore make underscore array. شو يا باسل بدك تسال؟ كباسيتي سعتها ايش بالضبط؟ كباسيتي سعتها يعني ممكن تكون محجوز مثلا 10 مساحه 10، تكون الكباسيتي لها 10، لو فيهاش ولا قيمه انت بعدك ضايف تكون الان زيرو، بتظل تضيف 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 تصير فل الكباسيتي. كباسيتي قديش حجزت؟ كم عنصر لهالاري؟ هاي الكباسيتي. الان عدد القيم المخزن داخل الاري، العدد الفعلي. يعني صح انا حاجز 100 حجمها 100، بس الحجم اللي هو الكباسيتي، بس انا مخزن فيها 5 قيم، بيكون حجمها 100 وان 5 واسمها ايه؟ اسمها سيلف دوت اندرسكور ايه، هاي اسم الاري. لاحظ عشان ينشئ الاري أو الليست شو استدعى؟ استدعى الممبر فانكشن underscore make underscore array. طب كيف؟ قولي كيف عرفت إنها ممبر فانكشن؟ بعدني مش شايفه هذا الفانكشن، هذا الميثود بعدنا مش شايفينه. مجرد ما قال لك self dot اعرف إنه هذا ميثود موجود داخل الكلاس. مجرد ما يقول لك أي إشي self dot اعرف إنه هذا ممبر داخل الكلاس. self dot underscore make underscore array وأعطاه self dot underscore capacity. هذا ميثود باخذ الكباسيتي، باخذ الكباسيتي وبنشئ لو ليفل اري عدد عناصرها بمقدار الكباسيتي. طب نروح على الميك اري، هي موجود تحت، هي فانكشن ديف اندرسكور ميك اندرسكور اري، بستقبل الباراميتر سيلف. بنعرف للفانكشنز كلها الممبر فانكشنز اللي داخل الكلاس لازم بتبلش بالباراميتر سيلف، بعدين فاصله. شو هو اعطى؟ الكباسيتي، هون سماها سي. شو بعمل هاد؟ بنشئ array مكونة من C عنصر بالاعتماد على C types. C types اللي هي أنواع البيانات اللي متابعة للغة C. مش عملنا import C types بالأول،
طبعا تفاصيلها كثير مش مهم تعرفها، بس هاي الجملة إذا كتبتها صح، إذا كتبتها زي ما هي بتشتغل صح. اكتبها زي ما هي، هي سي ضرب سي تايمز دوت باي اندرسكور اوبجكت، الكل إلها أقواس. هاي سي تايمز دوكيومنتيشن. بنشئ ليست مكونة من كم عنصر؟ من سي عنصر. سي اللي هو استقبلها فوق اللي هي كانت الكاباسيتي، من سي عنصر. واستدعيت الميك اري فوق بالكونستراكتر، بعثت قيمة السيلف دوت كاباسيتي. إذا السي شو رح تكون؟ اللي هي قيمة الكاباسيتي. طب شو نوع الأوبجيكتس؟ نوعين من أنواع السي تايبس. شو يعني من أنواع السي تايبس؟ يعني انتجر، دبل، كاراكتر، هيك بدها تكون من الأنواع البسيطة. طيب فهمنا كيف؟ شو كيف عمل الليست؟ الليست رح يصير اسمها ايه؟ وهي ليست، ارسم لي اري مربعات، كم عدد المربعات اللي فيها بقيمة الكاباسيتي؟ في البداية بتكون واحد، بس يجي يضيف، بضيف عنصر، بعدين بتصير فل. بضيف عنصر واحد على القاعدة اللي قبل شوي تعلمناها، بما انه الكاباسيتي لها واحد مسموح لي يضيف بس قيمة واحدة، بس يضيف كما قيمة بتصير فل. بس يصير فل مجبور، من مجبور يستدعي مين؟ مجبور يستدعي الريسايز. الريسايز برد يحجز حجم أكبر، مثلا ممكن يحجز اثنين، ممكن يحجز أربعة. بعدين بضيف كمان قيم، بس تصير فل عدد من القيم حسب قديش. إذا عمل ريسايز الضعف، إذا كانت واحد بتصير اثنين، برد يضيف كمان قيمة بتصير فل، برد يستدعي الريسايز. الريسايز إذا عمل الضعف بيحجز أربعة، بيحجز لست جديدة حجمها أربعة، بصير معه مجال كمان يضيف كمان قيمتين، بس تضيف من بترجع تصير فل. وهكذا احنا هسه بمرحلة الكونستراكتر، بس مرحلة الانيشياليزيشن. الانيشياليزيشن شو عمل؟ الان عملها صفر، يعني انا بعني مش مدخل ولا قيمة على الليست، والسلف اندرسكور كاباسيتي واحد، خلى سعتها بس واحد، يعني فيها مجال لعنصر واحد. والسلف اندرسكور ايه اللي هو اسم الليست، سلف دوت اندرسكور ايه. وعشان هاي الليست ينشئها استدعى الممبر فانكشن ميك اري وبعث له سيلف دوت اندرسكور كاباسيتي. طب هذا الميك اري كيف رح يشتغل؟ شفنا، رحنا عليه وشفنا انه ريتيرن سي ضرب سي تايمز دوت اوبجكت باي اوبجكت، الكل اقواس، صح؟ هيك بيشتغل. هاي سي تايمز دوت بي واي اندرسكور اوبجكت بين اقواس واقواس، لانه هذا ميثود. وهاي الجملة شو معناها؟ إنه بنشئ ليست مكونة من سي عنصر، بس شو بتعتمد؟ بتعتمد على السي تايبس. طيب خلصنا من الكونستراكتر. طب هاي الليست اللي مكونة من سي عنصر أو بحجم الكاباسيتي شو راح يكون اسمها؟ راح يكون اسمها أندرسكور A. طيب هسا على لين فانكشن، عرف الفانكشن لين. الفانكشن لين بنفس الطريقة، def underscore underscore len underscore underscore بين أقواس self، ما بده باراميتر، بس بأخذ الباراميتر الإجباري اللي هو self. طب اللين شو بعمل؟ يرجع لي طول الليست. طول اللي بيمثل طول الليست يعني عدد القيم الموجودة داخل الليست، مش السايز، length، عدد القيم اللي فيها اللي هو self.underscore n. return self.underscore n. فهمنا؟ اللين شو راح يرجع؟ self.underscore n اللي هو عدد القيم، عدد القيم الموجودة اللي هي n، data member self.underscore n هذا بيمثل عدد القيم. اللين function راح يرجع عدد القيم، return self.underscore n. اتفقنا؟ اتفقنا على هذول لحد الآن؟ فهمنا الconstructor واللين والmake underscore array؟ فهمناهن؟ إذا حدا مش فاهم يقول. فهمناهن؟ طيب في عنا get item، الفانكشن get item كمان بلشوا def underscore underscore get item underscore underscore بيستقبل self و k. get item شو رح يعمل؟ رح يرجع القيمة الموجودة at index k. شو وظيفته؟ يرجع القيمة الموجودة at index k بشرط انها k تكون صح. get item شو بعمل؟ بيرجع القيمة الموجودة at index k بشرط انه k تكون صح، ممكن k غلط. يعني مثلا list فيها بس خمس قيم، شو الاندكسز راح يكون؟ من صفر لأربعة. طب لو قلت له k عشرة، في قيمة at index عشرة؟ لا.
أول خطوة لهيك بفحص if not k. عشان تكون k صح لازم تكون أكبر أو تساوي 0 وأقل من السيلف دوت أندرسكور إن. عشان الـ k تكون صح لازم تكون أكبر أو تساوي 0 وأقل من سيلف دوت أندرسكور إن. إذا كانت محصورة بين الزيرة والإن ناقص واحد بتكون صح، بس إذا كانت أكبر أو أقل بتكون إيش؟ إذا كانت أقل من صفر بتكون غلط، إذا كانت أكبر أو تساوي إن بتكون غلط. لهيك قال لي if not، يعني إذا مش محصورة بين الصفر والإن ناقص واحد هاي غلط. غلط شو عمل؟ ما رجع قيمة، عمل error raise index error. شو اسم الإيرور؟ index error، يعني الإندكس هذا خطأ. Raise index error invalid index. إذا كانت k صح شو عمل؟ return. كيف بدي أرجع القيمة الموجودة at index k؟ شو اسم الليست؟ self dot underscore a. مش اتفقنا إنه اسم الليست self dot underscore a؟ طب موجودة at index k، كيف بدك ترجع القيمة at index k؟ self dot underscore a sub k. self dot underscore a sub k، يعني أعطينا القيمة الموجودة بالليست اللي اسمها A موجودة at index K. اتفقنا؟ طيب بس أول شيء بفحص K هل هو صح ولا غلط، لأنه ممكن K يكون غلط. فهمنا لحد الآن؟ فهمنا ولا لا؟ مش فاهم شغلة احكي مباشرة، لا تأجل وادرسوا أول بأول، لا تراكموا دراسة. كل امتحانات قربت ترى، احنا بنهاية الأسبوع الثاني الفصل كله 7 أسابيع تكون تمتحن فاينل، يعني بعد 5 أسابيع بدك تكون تمتحن فاينل. شوف قديش الفصل بدك تكون تمتحن فاينل، يعني في 50 علامة مرصدات وبدك تجيب 50 ثانيات. احنا هسا بعدنا ما بلشناش كوزات، تنمشي شوي بالمادة بعدين رح نبلش بالإضافة للإعطاء المحاضرات، رح نبلش امتحانات. في امتحانات رسمية رح تتحدد، وفي بعض المساقات في إلها كوزات وآخرش امتحان نهائي حسب المادة، بس هاي مادة رسمية على الأغلب لها امتحانات بعدين امتحان نهائي. في عنا الأبند فانكشن. طب قولي ما هو في أبند للليست، بقول لك آه في أبند للليست، بس أنا هسا بنيت أري خاصة فيه وبنيتها بالاعتماد على السي تايبس، هيك بدي أعمل أبند إنه يشتغل صح على الأري اللي أنا نشأتها، على الليست اللي أنا نشأتها. اتفقنا؟ اتفقنا؟ يعني لو رحت تطبق الأبند العادي ما رح يشتغل هون هذا المثال. لو رحت طبقت الأبند، انت ما كنتش عامل كلاس فانكشن أبند ورحت عملت استدعيت الأبند اللي تابع للليست، تعرفوا الليست فيها أبند، بقدر أطبق الأبند بنفس الفكرة. قبل شوي وريتك إياها وكيف بزيد الحجم لحاله بس مش بشكل ثابت، مش بشكل محدد. بس هون احنا انشأنا الأرية انشأناها بالاعتماد على السي تايبس، يعني صارت تختلف شوي عن الليست العادية اللي موجود بالكلاس ليست، صار في اختلاف عن الكلاس ليست. هيك لازم اعمل أبند خاص فيه ولازم اعمل ريسايز خاص فيه. عرفنا؟ اتفقنا على هاي الشغلة؟ لان انا مش بعرفت ليست عادية، الليست استدعيت الفانكشن ميك أرية وميك أرية عمل الليست بناء على السي تايبس، إذا صار اختلاف شوي عن الليست العادية. الليست العادية بطبق عليها الأبند الجاهز، هون لا، هاي لو حاولت، لو ما عندكيش أبند وحاولت تطبق الأبند الجاهز ما بقبلش. طيب نشوف الأبند. الأبند شو فكرته؟ شو معنى أبند؟ أبند إني أخذ قيمة وأضيفها على آخر الليست بشرط يكون فيه إنها الليست مش فل. إذا كانت فل بعطيك إيرور؟ لا، إذا كانت فل ما بعطيني إيرور، بستدعي فانكشن اسمه ريسايز اللي قبل شوي تعلمناه، بكبر الليست، وقلنا مش شينا في السرح تكبر، إحنا بنشوفها كأنها بتكبر، بس هي فعلياً وريتكم الثلاث خطوات الأربع خطوات عشان يكبر الليست. شو هو بيعمل؟ إذا كانت فل بستدعي ريسايز بعدين بضيف القيمة، إذا مش فل بضيفها على آخر الليست. وين راح تنضاف الأبند؟ أبند شو معناها؟ نضيف قيمة على آخر الأري. وين من أي جهة بضيف؟ من أولها بنصها؟ لا، بضيف وين؟ وين بضيف الأبند؟ بضيف على آخر الأري. طيب شو استقبل؟ وإن هذا السلف للي ماش عارف بايثون، ديف يعني عرف فانكشن اسمه أبند بين أقواس، بأخذ باراميترز تو باراميترز. السلف هذا إجباري لكل الممبر فانكشن، حتى لو بدوش يستقبل ولا قيمة لازم أحط له سلف أول إشي. فاصلة object، يعني هو فعليا بيستقبل قيمة واحدة اللي هي الأوبجكت اللي بده يضيفه على آخر الليست.
شو أول إشي بيعمل؟ قلنا لازم يفحص هل في مجال أضيف ولا لا. طب كيف في مجال؟ هل هي فل؟ هل صارت الكباسيتي فل؟ متى بصير فل؟ إذا كان عدد العناصر نفس الكباسيتي. طب وين الداتا ممبر اللي يمثل عدد العناصر؟ self.underscore n، هذا بيمثل عدد العناصر. طب مين اللي بيمثل الكباسيتي؟ السعة، عدد القيم، عدد المواقع المحجوزة اللي هو الكباسيتي، self.underscore capacity. فقارنهن مع بعض، إذا تساون يعني هاي الليست فل، هاي الأري فل. if self.underscore n equal self.underscore capacity، إذا تساوى ال n مع الكباسيتي يعني هاي الليست فل. طب بما أنه فل أقول له لا ممنوع تضيف؟ لا، البايثون ما في دايناميك، احنا حكينا دايناميك يعني بقدر أضيف قد ما بدي قيم حتى لو صارت فل. هو لازم يعالج المشكلة، كيف بعالجها؟ شو بعمل؟ قلنا بستدعي الريسايز، هاي الفانكشن ريسايز. هون أنا عملته فانكشن هاي self.underscore resize. قبل شوي قلت لك لما تشوف self dot يعني عرف إنه هذا ميثود موجود داخل الكلاس هذا اللي أنا بشتغل فيه. هاي فانكشن معرف، هاي استدعى الفانكشن ريسايز self dot. أي فانكشن بدي يستدعي فانكشن آخر بيقول self dot. دائما كل شيء ممبرز داخل الكلاس لازم أقول self dot لما بدي استدعيه. self dot underscore resize استدعى الفانكشن ريسايز أعطاه 2 ضرب self dot underscore capacity. قديش الحجم الجديد اللي بده يعمل له الليست الجديدة اللي بده ينشئها؟ كبيرة، ضعف حجم الليست الأولى. إذا كانت 1 بنشئ الثانية 2، كانت 2 بنشئها 4، كانت 4 بنشئ 8، كانت 8 بنشئ 16، كانت 16 بنشئ 32، 32 بنشئ 64، 64 بنشئها 128، كانت 128 بنشئ 256 وهكذا. طبعا هاي قاعدة قبل شوي بالimplementation اللي شفناه، شفنا انه قاعد بضاعف. لا ما كانش لغة البايثون نفسها ما بتعمل resize بس مش على قاعدة ثابتة. قبل شوي لما شفنا القيم قديش كان يزيد عدد البايتس اللي كان يزيدها، ما كانت قاعدة ثابتة، كان يكبر يكبر بس قديش في قاعدة ثابتة؟ لا، بس احنا هون بالكود اللي كتبناه صار في قاعدة ثابتة اني انا بدي اعمل ريسايز بضعف السعة الموجودة. طيب بعد ما يعمل ريسايز وخطوات الريسايز لو رحنا عليهم بنلاقيهم نفس الخطوات اللي قبل شوي شرحت انكسيدو كود، بس انا شرحت انكسيدو كود. هسه لما نروح على الفانكشن ريسايز رح الاقيهم مكتوبات بلغة بايثون. انا لما شرحت انه بنشئ اري جديده اسمها بي، بعدين بنسخ لها قيم من A ل بي، بنسخ القيم بعدين بسمي الاري الجديد اللي اسمها بي بسميها A، انا شرحتها بلغه سيدو كود. كانت الخطوات مكتوبات بالسلايد، مكتوبات بالسلايد سيدو كود. انا هون مكتوب عندي بايثون تابع للكلاس. طيب اذا ضمننا انه السايز مش فول، اذا فول بعمل ريسايز بكمل الخطوات. طب شو هن الخطوات؟ الأوبجكت هذا اللي استقبله بضيفه كآخر عنصر بA، لهيك لاحظ self.underscore A. طب وين الاندكس لآخر عنصر؟ إذا فيها N قيمة بيكون الاندكسز الفل، القيم الموجودة بتكون من صفر لN ناقص واحد. طب اللي عند الN بيكون فاضي، أنا بضيف عند الN وبزيد N بمقدار واحد. هاي self.underscore A، self.underscore a هاي اسم الليست. sub sub يعني هذا الاندكس، الاندكس وين اللي بدي اضيف فيه؟ self.underscore n يساوي الاوبجكت. هيك بكون انا ضفت الاوبجكت بالليست اللي اسمها a او الاري a عند الاندكس n. طب الاندكس n قول لي ما هو فيها n، فيها n من العناصر رح يكون الاندكسز الهن من صفر لان ناقص واحد، الn بيكون فاضي. أنا هسا بضيف عند ال n وبزيد n بمقدار واحد، هي self.underscore n plus equal 1. اتفقنا؟ هسا نشوف الريسايز اللي استدعيناه قبل شوي بالأبن. سهل كثير، هيك بكون خلص الكلاس صار. الريسايز استقبل قيمة C اللي هي الكباسيتي الجديدة. أول خطوة قلنا بنشئ array جديدة اسمها B، باسم جديد اسمه B. طب احنا قبل شوي لما انشأنا الريل سمي انسددتها للاي لسيلف دوت اندرسكير اي، كيف انشأتها؟ استدعيت ميك اري بنفس الطريقة، هي بي تساوي سيلف دوت اندرسكور ميك دوت اندرسكور اندرسكور اري اوف سي. هاي الخطوة بستدعي الفانكشن ميك اندرسكور اري وبعطيه الكباسيتي سي اللي بنشئ له اري جديدة بحجم سي.
حجمسي اللي بدي اياها انا. شو بسميها الاري الجديده؟ ما سماها ايه من البدايه، شو سماها؟ سماها باسم ثاني بي، وحجمها اكيد رح يكون ضعف حجم الاري الاصليه. بعدين شو عمل؟ عمل for k range of self of dot underscore n، عمل دوران عشان يمر على عناصر A وينسخ لمين؟ لبي. كيف بدي ينسخ عناصر A لبي؟ عمل دوران for k، هاي الخطوة الثانية for k range of self dot underscore n b sub k تساوي self dot underscore a sub k، هاي الخطوة الثانية. طب الخطوة الثالثة، خلي A اسمها يصير B، خلي A يصير اسمها B، self dot underscore A تساوي B، صار A اسم للمصفوفة اللي كان اسمها B. بعدين الكباسيتي الجديدة صارت قيمة C، كباسيتي تغيرت، بطلت مثلا كانت 4 صارت 8. إذا بدي أسند للكباسيتي self dot underscore capacity القيمة C. وضحت الفكرة؟ واضح الفكرة؟ هيك الكلاس دايناميك أري اللي انشأناه إحنا عشان نوضح كل جزئية فيه صار المفروض يكون مفهوم. عندكم أي أسئلة؟ عندنا أي أسئلة؟